اتصال هاتفي. الو، ايوه الو يا لولو يا حبيبتي. ده الاتصال التليفون اللي انا ببقى عارفه ان هو هيجي لي كل سنه. لولو يا حبيبتي، ازيك يا مامي؟ كل سنه وانت طيبه. انا مش عارفه اقول لك ايه بعد الكلام حبيبتي اللي انت قلتيه. ربنا يخليكي ليا يا مامي. يا حبيبه قلبي، اول ما نطقتي ماما انا مش عارفه اقول لك كان شعور شكله ايه. خدتك في حضني وقعدت الف بيكي في البيت وانا مش مصدقه كلمة ماما ماما ماما. كنت طفلة جميلة جميلة. كنت جميلة فعلا ولا يعني ولا كنت شقية؟ ما كنتش شقية بتهيألي. ما كنتش شقية بس كنت عنيدة. شايفة دي في بيت جده لما كنت ده يوم فرحك. ايه الصور الجميلة دي؟ انت يعني مش عارفة اقول لك ايه، انت ربنا حباكي بعصر جميل نزلتي فيه. عصر ماما نجوى، أبلة فضيلة، ماما سلوى، بابا ماجد، دول كلهم رب وجدانك وأب جميل ربك. الحمد لله الحمد لله. طب يا مامي، الناس كلها بتبقى عايزة تعرف أنا كنت ما كنتش شقية بس كنت شاطرة من وأنا صغيرة. جدا. أولا كنت كلبوزة قوي وأنت صغيرة. والله سلمتي متأخر ومشيتي متأخر. وبعدين هنا وأنت عندك شهور في الصورة دي. لما مشيتي سنة وأربع شهور عملنا فرح إن دي مشيت. ما كلبوزة، كنت تخينة عشان كده بخس. كنت كلبوزة كلبوزة قوي، لكن كنت بنت يعني ذكية جدا وما كنتيش شقية. بس لما كبرتي ابتديتي تبقي عنيدة عنيدة ولازم تصممي على رأيك. فكنا بنسميكي لميس لأ، يعني لميس إيه لأ. البسي الفستان الأحمر تقولي لأ هلبس الأخضر. فكان لازم نقول لك العكس عشان تعملي اللي احنا عايزينه. فكنت لكن انت ربنا اكرمك بعنايه كبيره جدا من اب تربوي علمك كل اللي انت ماشيه بيه في الحياه دي. اي حاجه اي حد عايز